ده انت عاملهم على قلبك قد كده. امسك الخشب، مقولة مشهورة في الشعب المصري يقول لك دايما امسك الخشب. محدش عارف اصل كلمة امسك الخشب، بس انا بعد البحث والتدوير عن الكلمة دي قال لك ان في عهد الامبراطور قسطنطين كان عامة الشعب المصري بيمشوا في المواكب العامة والمراسم الرسمية، وبيمسكوا الصليب اللي هم الاخوة المسيحيين كانوا بيتبركوا بالايه؟ بالصليب، يعني بيستبارك بيه كده. وحينما ستموني مهما ستموني ولازم يلمسه 3 مرات علشان الحسد، ويمنع عنه الحسد ويمنع عنه أي حاجة وحشة. ومن هنا بقت عادة في الشعب المصري إنه يمسك بأي حاجة خشبية أو يلمس أي حاجة عشان يمنع عنه أي حقد أو أي حسد. عشان كده لما واحد يقول لك إيه، يقول لك ده أنت عاملهم على قلبك، يقول له امسك الخشب عشان يمنع عنه الحسد. دي كانت حاجة سريعة، امسك الخشب.